من جهة ثانية، وخلال ترأسه لقداس في كنيسة البشارة في بيت جالة، كان غبطة الكاردينال بتسبالا قد وجه تحية محبة إلى أبناء الرعية في قطاع غزة، وحياهم على صمودهم في ظل الحرب المستمرة في القطاع، راجياً انتهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. ثمن غبطة الكاردينال بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية الرهبانية في الأرض المقدسة، وقال في عدة القداس التي ألقاها في كنيسة البشارة في بيت جالة أمام حشد من المطارنة والأباء الكهنة بمناسبة مرور 40 سنة على تأسيس رهبنة الكلمة المتجسد ومرور 30 عاما على وجود أول مرسل من الرهبنة في الأرض المقدسة، وقال أنكم تستمدون روحانياتكم من سر التجسد وتعملون في الأرض المقدسة على أن تتجسدوا في الأماكن الصعبة أو بالأحرى في الأماكن المرفوضة لتكونوا حضور الله بين شعبه، كما أكد غبطته على اندماجهم الفعلي مع إكليروس الأرض المقدسة ومشاركتهم في كل النشاطات الرعوية والروحية. وقد وجه غبطته أيضا تحية محبة وصلة إلى الأب يوسف الكاهن المساعد في غزة وإلى الراهبات وخاصة راهبات الكلمة المتجسد هناك الذين يعانون نتيجة الحرب، رافعين الصلاة من أجلهم ومن أجل انتهاء الحرب وإحلال السلام العادل والشامل. إن اليوم نحتفل 40 سنة لتأسيس لعائلتنا الرهبانية للكلمة المتجسد في الأرجنتين، و30 سنة لحضورنا هون في الأرض المقدسة. الحمد لله بعد 30 سنة الله أعطانا كثير من النعم، ومنهم إنه الكهنة والرهيبات والألمانيين اللي موجودين مش فقط هم في فلسطين لكن كمان في شمال في الأردن في العراق في سوريا في مصر، وهي نعمة كبيرة جدا جدا، ولا سيما بدنا نذكر انه من 19 سنة بلشنا خدمة في رعية العائلة المقدسة في غزة. أن نخدم يسوع المسيح أفضل إشي نقدر إحنا نكتشف في حياتنا. ما تتصوروا انه سهل ان نخدم بغزة، انا عايش بغزة في اخر 5 سنين ولا ازال ان اكون كاهن الرعية هناك، لكن مش سهل ان اعيش في الارض المقدسة طبعا، لكن وين ما كان حتى في سويسرا حتى في الارجنتين كلنا في وادي الدموع، ولكن اذا احنا نؤمن بيسوع المسيح، اذا احنا نرجو الحياة الابدية، اذا احنا نحب بعضنا بعضا، السلام الداخل اللي احنا نختبر هذا بداية السماء. وعشان هيك انه اللي بيشعر كمان الدعوة فما تخاف نحكي له يا لا يسوع نعم يا رب انا اريد ان اخدمك وان اخدم الاخوة باسمك. وقد تخلل القداس تجديد النذور لعائلة الرهبنة المتجسد امام الهيكل باجواء من الفرح والسلام. وبعد القداس تم تقديم التهاني بهذه المناسبة، وكان الأب المؤسس كارول بويلا قام بتأسيس هذه الجمعية الرهبانية وأشاد عند تأسيسها على ضرورة حب الأرض المقدسة والانتماء لها، كما أنه لا بد لكل من سينتمي إلى هذه الرهبنة أن يزور ولو لمرة واحدة الأرض المقدسة قبر الخلاص ليبشر بالمسيح القائم. ومن هنا بدأ العديد من الرهبان والراهبات
بالقدوم إلى الأرض المقدسة. وقد كان لأصحاب الغبطة البطاركة الفضل الكبير في وجودهم واندماجهم في المجتمع المحلي، فهم حاليا يقومون بخدمة عدد من الرعايا في فلسطين والأردن، بالإضافة إلى مجموعة من الملاجئ والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ودور العجزة. وكان قد عاون الكاردينال في القداس البطريرك السابق ميشيل صباح، والمطران بولس مارقوتسو، والمطران مار أفرام يعقوب سمعان النائب البطريركي للسريان الكاثوليك، والمطران ناتالي، ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي، وكاهن الرعية الأب حنا سالم، وكهنة الكلمة المتجسد، وعدد كبير من الراهبات والكهنة والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي والجوقة وممثلو المؤسسات، وحشد كبير من المؤمنين. أنا من مصر، والرهبانية من تأسست في الأرجنتين، أسسها البادر بويلا، وإحنا وصلنا الأراضي المقدسة، وصلوا الكهنة قبلينا من 30 سنة، وإحنا موجودين هنا في كذا رعية، ونشكر ربنا على كل النعم والخيرات اللي عطانا في هذا 30 سنة. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة.